زمان شو هالزمان الخلى الحلو يقلب لفان اه يا زمان شو هالزمان الخلى الحلو يقلب لفان ويصير الوالي من عقله الخالي يقضي بتعالي يصدر فرمان اه يا زمان شو هالزمان الخلى الحلو يقلب لفان من حالي وحالك ما هي أخبارك قلبوا ميزانك وأنت حيران آه يا زمان يا زمان من حالي وحالك ما هي أخبارك قلبوا ميزانك وأنت حيران آه يا زمان يا زمان آه يا زمان يا زمان يا زمان شو هالزمان يخلي الحلو ويقلب لفان بكرا جوعان يصلح شبعان بكرا جوعان شبعان ولا ما تعدل كفوا الميزان بكرة الجوعان يصلح شبعان بكرة الجوعان يصلح شبعان ولا ما تعدل كفوا الميزان يا زمان شو هالزمان خلى الحلو يقلب لفان يا زمان شو هالميزان خلى الحلو يقلب لفان بعيد الشر يا معلم بعيد الشر ان شاء الله تطلع على قبري بقابة يا حق والظاهر عشان قرآن الشمشتر وين؟ اخ يا معلم معنا مليه يا معلم معنا مليه تعرف احيانا بحس حالي طاير بالسماء هيك مثل تكر الحمام واحيانا بحس حالي عم بسبح ببحر هيك مفروش بالورود والياسمين لحتى سمك القرش عرفته عم يضحك ويرقص ويلعب على مهلك علي شوي شوي رح تقلي فيوزات مخي اخ يا معلم اخ انا اللي ما عاد في لا فيوزات ولا اشمالات بمخي تعرف معلم ماني مصدق امتك هالبنت القمر هي بتصير حلالي بنت القمر لهالدرجه حلوه اخ حلوه بس لك بتجنن بتجنن يا معلم شو هالحكي بعمل لك يعني انا قديش شايف بحياتي اشياء حلوه هي احلى منهم كلهم لك بعرفها أنا شيء طبعاً تعرفها بنت أغلص واحد يا حارة لا تصعني الحمود اللي وخلصني بنت مين فهمني بنت أبو عز الصرفة هلأ كل الحكي عن بنت أبو عز الصرفة إيش شبهها معليه مو حلوة بنت أبو عز الصرفة مو حلوة حلو خلصني بقى روح شيل حساب وجمع تسع عوام شيل قدامي تسع على شو مرحبا ابو جميل اهلين يا محمود شو عليك حسابات شو حاسبنا عشرة كمان يا كل الصباحات المهترئة قفي على رجلي تناوبي على أحزاني
تتناوب قطعتين من السكر. أحبك أن تأكل السكر. كان الديك يصيح وكفوف، وكنت أتشمس في البرية، تغلغلي في ثنايا قشور البرتقال، وأيقظيني في العاشرة مرتين، لأني لا أستيقظ من المرة الأولى. الله الله، شو هاد؟ شو هاد العظم يا شاعر العظيم؟ شو هاد؟ 100 مرة راح الهم يا أخي، قاعد بستلم لسه رايح جاي رايح جاي، ما كنت حايق. السلام عليكم بركات، وعليكم السلام يا أخي. دخيلك ودخيل الهم تبعك، هذا الهم فاضي مال طعمي. عم تتمسخر علي يا ولد؟ أعوذ بالله. لا لا نو، هلا قلي شو عم تكتب؟ يعني هذا الشعر الأفقي الشاقولي، شو اسمه؟ جاهل، انت واحد جاهل. اسمه الشعر العمودي يا ولد. العمودي مزبوط. لك يا أستاذ يا حبيبي، أنا كم مرة قلت لك إنه هذا الشعر يعني العالم ما بتحبه، العالم بتحب هذا الشعر الشعر الدقة القديمة، هذا لك شو اسمه؟ الشعر المنظوم على القافية. أيوة، الشعر المنظوم على القافية. قافية حمودي وراء دور تشفر يلا. ليلي بعدني يا ابو داخل. ليه وسهلين يا اخي. شلون اخي داخل؟ ان شاء الله تمام. يسلم عليك. الحمد لله. شفت الشرعاني؟ قهوه ساده. تكرم عينك. وتالق وللق وسط وسط اليوم. تكرم عينك. السلام عليكم يا دار. اهلا وسهلا. اهلين اهلين ابو ليل. اهلين العزيز. والله يعود يا سيدي. يا سيدي شو رايك تشرب قهوه؟ انا طلبت قهوه. شكرا خالي، شبت بالبيت. معلوم يا عمي لكار، صار لك بيت بقعدتين بخيط ومرات خدمك. ولو هاي مساعيكم خالي. طمني ان شاء الله مبسوط مع عروسك. الحمد لله على كيفك خالي. الحمد لله، هذا اللي بدي اياه. اهلين وسهلين بالعلم الدارج. اهلين وسهلين، تفضلوا عليه. تسلم. ان شاء الله هيك رح تشرب القهوه اليوم. يعني كل يوم بدك تسالني نفس السؤال؟ طيب طول بالك، ايش حصل؟ ايش بيعصب يلي بيسمعك؟ فكر اول مره بشربها. خلص خلص طول بالك، خلص روح مشي. تشرب شيء يعني ابو ليه؟ لا شوفها خالي. السلام عليكم يا جاد. عليكم السلام يا عادل. لك وينك هلا؟ والله شيء غلبان عليك. الله، هي شغلك بار على غالي يا ابو داخل. دخيلكم يا طاخ يا شباب. بسيطه بسيطه. الله يسعد مساكم واهلا وسهلا فيكم. من هذا المكان الجميل وتحت سماء هالبلد العامر بجالة بلكم اهلا وسهلا فيكم وبالقضايا كلياتها. امبارح يا رجال نحن نهينا حكايه عنتر بن شداد، واليوم بدنا نحكي حكايه جديده. حكايتنا هي ابتعدت عن الاضواء وتناوشتها الانواء، فقررت الانزواء في هذه الزمن. وفي هوامش صفحات الكتب قصة الوالي زنون وتابعه زينون. وهي بدنا نقول يا رجال القصة صارت يعني قبل شيء 200 سنة. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. ومين هذا الوالي زنون بلا زرع؟ يعني مين بده يكون؟ من اسمه مبين انه واحد مصروف. اهل زنون قال لك شلون عم تحكي عن واحد ما بتعرف عنه شيء؟ بجوز يكون احسن منك يا ابو دارير. اصلا انت ما لك شاطر غير بالكلام الفاضي يلي ما له جنس الفكاهه ولا المزيه. باطل، انا ماني شاطر غير الحكي. لك اللي بشوفك بقول عنك حرمه لا تلبس الجد. انا حرمه يا ارنب؟ انا ارنب يا فوز. صلوا على النبي يا جماعة وزيروا النبي صلى الله عليه وسلم. انتو لا حارة وحدة عيب عليكم، بعدين نحن أخوة. انت لي أخوة؟ لا سي مو أخوة، وحياتك لا هو لا أخم منه. بيهزوا شعرة بيزمنا. لك تروح انضب انضب. لك حاشك بلني، شفنا أفو وشفنا أكتعك. لا 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 يا جماعة، وبيقولوا العزينة. ايه العزينة؟ انت اللي زينة؟ اتركني عليه ربي وربي كل واحد اسعد بالحارة من حكايته. طول بالكم يا شباب، شبنا
كرمال اخوك ابو دغير كرمال اخوك ابو عدين عود محلك وانت تتالي ابو قعود كرمال عيني عود كل واحد محله نكمل حكايتنا يا اخي شبنا اللهم صل على سيدنا محمد صل على النبي 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 صل على راح نحكي ونقول في لمتنا حبايبنا من قصتنا راح تتولى الحقائق في ليلتنا راح تبقى دنيتنا ملك يميننا ونحكي عن قصة زنون وزينون. القصة القصية بتقول انه كانت البداية قبل 200 سنة في هذيك الايام فارت مدينة الصخور على فرمان يقول بتعيين الوالي زنون واليا على البلاد. وأول ما فعله الوالي زنون عزه للقاضي القديم عين بداله قاضي جديد اسمه عبد الغفور من أجل ألا يموت حق المظلومين ويتبعون مشاية المتزلفين وتصبح أهواءهم هي القوانين. ووعد في مأدبة الأعيان أن يرعى الحريات الشخصية ويمنع تعديات رجال الحكومة على العباد. وفي يوم من الأيام ظهر القاضي عبد الغفور إلى بلاد الحمام من أجل الزواج من فتاة حسناء يقال عنها أنها من الحور الحسان. ولما كان في طريقه يسير وهو سعيد خرجت عليه عصابة من اللصوص وعلى رأسهم امرأة عجوز يقال بأنها قتلته وتحت التراب دفنته وكل ما في خرجه أخذته. ولما علم زنون بالأمر أمر سيافه أن يذهب على عجل لقتل هؤلاء اللصوص وعلى رأسهم المرأة العجوز ليجعلهم عبرة لمن اعتبر. وبالفعل ساقوا العجوز إلى السجن وعلقوها وضربوها بالسياط ونزلوها ونفخوها وفعلوا فيها ما فعلوا حتى أصبحت تحت التراب. وبعد أن تراكمت القضايا في الديوان وكثر القيل والقال وكثرت الهموم والأحزان أصدر الوالي زنون فرمان يقول بأنه أصبح قاضيا وواليا على العباد. أما زوجته نور العيون فهي ابنة السلطان الكبير الذي عن مبدئه لا يحيد وهو صامد كالحديد وهو من عين زوجها واليا وحاكما على البلاد. ويقال عنها ذات حسن وجمال وعفة وفروسة وتفكير وعينت نفسها قاضية على الأمور العائلية والمناحرات الزوجية. وكان الوالي زنون صديق شاب لطيف وشهم عادل وكريم له حيل وألاعيب اسمه زينون عينه مستشاره وباب ديوانه. وهنا بدأت الحكاية. بيتو أده أيها الحلاق بيتو أده إني أزين لحيتك يا مولاي حسن بيتو أداء بيتو أداء مولاي نعم ما رأيك في هذا القماش يا زينون عمر مولاي ما رأيك إنه سخيف يا مولاي إنه سخيف ولكن يا مولاي انظر انظر الى جمالها عليك الان انه سخيف سخيف لا اريده. وهذا الطيب يا مولاي جميل لا باس به جميل جميل جميل. مولاي نور العيون تطلب حضوركم يا مولاي لا باس اخبر
تخبرهم بأنني سأحضر حالي؟ أمر مولاي. مولاي ماذا عن القماش يا مولاي؟ هو سخيف، انصرف الآن وتعال غدا. هيا. والطيب والعطر يا مولاي. غدا تعال غدا. هيا انصرف. هيا هيا انصرف إلى الغد. إلى الغد. زينون 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 أمر مولاي. قل لهم بأن يجهزوا لي الحمامة هذا المساء. أمر مولاي. جهزوا الحمام لمولاي زنون هذا المساء. سمعنا سمعنا حنون. نعم جهزي الحمام لمولاك زنون. حاضر مولاتي. لا لا يا مولاي، ما هذا يا مولاي؟ تعال يا مولاي، تعال معي، إنه أمر خطير. ما بك يا زينب؟ تعال فورا يا مولاي، لا تتردد. لا لا هذا مستحيل مستحيل، كيف تسكت على هذا؟ ما بك. تعال يا مولاي، حلنا مالك على مهلك. اجلس اجلس يا مولاي اجلس. لا لا يا مولاي، ما هذا الاصرار الذي في وجهك؟ ما هذا الاحمرار الذي في عينيك؟ ما هذا الشعور يا مولاي على وجهك؟ ماذا تقول؟ انني اقول ما ارى يا مولاي. ابتعد، ما أنت بطبيب حتى تحكم علي من نظرة واحدة. من اكتشف لك الدرداء في مجمع الظرفاء؟ ألست أنا يا مولاي؟ بلى هذا صحيح. ومن عالجك من شعورك بالاكتئاب لما تجمعت بل تككت عليك الأصحاب؟ ألست أنا يا مولاي؟ هذا صحيح يا زينون. إنك متعب يا مولاي، إنني أرى ذلك جليا في عينيك. إنها زوجتي يا زينون. نعم هي، ولا شيء سواها. خير يا مولاي. لا لا شيء، ولكن ألم تعد تصلح كزوجتي لك يا مولاي؟ زينون أنت تعرف ما أقصد. المشكلة أنني أعرف يا مولاي. نعم نعم. بالحقيقة يا مولاي، أنت بحاجة إلى زوجة تملأ عليك القصر أطفالا. زوجة لهذا يا زينون؟ تراني يائس متعب. لا لا وألف لا، أنت بحاجة إلى زوجة أو جارية تشفيك من كل هذه الأسقام يا مولاي. ككل مرة يا مولاي، دواءك عندي. كيف يا زينون كيف؟ سأهديك جارية يا مولاي، هي ملك يميني، وعسى الله أن يرزقك منها الخلف الصالح. زينون أحقا ستفعل ذلك يا زينون؟ من سيفعل يا مولاي، وهل عندي أغلى منك يا مولاي؟ أحسنت أحسنت يا زينون أحسنت. المهم ألا يعرف أحد ها شيئا عن هذا الأمر؟ لا 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 يا مولاي، سر كبير. زينون ها زينون زينون. نعم يا مولاي. حدثني عن جمالها. سمع وطاعة يا مولاي. عيناها يا مولاي. قل لي وبعد أن أخبرته أنني غير قادرة على الإجابة. لا شيء لا شيء على الإطلاق. لا لا بد وأنه أبدل لك رأيا. نعم هو أبدل لي رأيا. قل قل يا رجل قل، وإلا أسارع من
سأقول قل. قال إن لديه جارية جميلة سيهديها لي، لا أحلى ولا أجمل، وستجب. ماذا؟ هو الذي اقترح ذلك. لو لم تشكو أمرك مني لما اقترح ما اقترح. يا نور العيون، كنت أمازحه. تمازحه في مجلسك بالكلام عني؟ بل كنت أريد اختبار ولائه لنا. هل تعني أنك كنت تختبر زينون وإخلاصه لي؟ يا نور العيون، ألم تقترحيه مستشارا أمينا لنا؟ بلى هذا صحيح، ولكنني لم أكن أعرف حقيقته حين اقترحته مستشارا لك. ها، لذلك أردت اختبار ولائه. والآن عرفت؟ بل عرفنا معا يا عزيزتي. هذا صحيح. وماذا تظن عقوبة من يخدع صاحب وولي نعمته؟ ليس إلى درجة كبيرة، فهو زينون المعروف. أتدافع عنه؟ يا نور العيون، أنا من أخبرك القصة، ولا أظنه إلا يدافع عن مصلحتي. مصلحتك في جارية تقوم مقامي يا رجل؟ لا لا لا، وإنما أقصد غدا سأحضر ديوان وسأنطق بحكمي على زينون، وسيعرف القاصي والداني أنه مذنب. وقعت يا زينون. هذا ما طلبت يا مولاي. آه يا زهر الليمون، آه ما أطول لساني وما أقصر رقبتي. يخرج الكلام من لساني دون ما رقاب. حاشاك يا مولاي ويا سيدي، ما هذا الكلام؟ أشعر بالضعف عندما أكون بين يدي هذا من تقصد يا مولاي؟ لا أقصد سوى أنني سأفقدك اليوم أو غدا يا زهر الليمون. كيف تفقدني يا مولاي وأنا بين يديك ونحن بشارتك؟ هل ستبيعني يا مولاي؟ أبيعك؟ أنا أتجرأ وأفكر بيعك يا زهر الليمون. إذا لما تشكو فقدان يا مولاي اليوم أو غدا؟ لقد طلبك زنون مني. زنون طلبني منك شخصيا يا مولاي؟ هذا ما حصل. ومن أين من مولاك زنون أن يعرف عني إلا إذا؟ أنا الوشي عن نفسه وعنك يا زهر الليمون، ولا أعرف كيف. إذا لقد بعثني مولاك زنون، ترى بكم؟ لا لا، ليتني بعتك يا زهر الليمون. ماذا تقول يا رجل؟ إذا لم تبعني فماذا فعلت؟ لقد أهديتك هكذا لوجه الله تعالى. ربما تريدني لغرض ما بنفسك في منزل زنون هذا. وأي غرض هذا؟ اسمع يا زهر الليمون، من الممكن أن نستفيد من وجودك إلى جواري كل الوقت. ونور العيون، تلك المتسلطة عديمة الشفقة. ستكون هي أول من يمسك بخناقه إذا عرفت، ومن ثم يمسك هو بخناقنا، ويكون قد قضي الأمر لا مفر. يا قاسي يا ظالم. يا الله، كيف يتخلص زينون مني؟ بل كيف يقدمني لقمة سائغة؟ أنا من كنت أحلم أن أخدم زوجته.
لمن؟ لزنون يا زينون. زنون هذا ما يهم، فلديه مئات الجواري، ولكن زوجته الغيورة تلك، آه لو عرفت ستقطعني إربا إربا. لا، ربما تشوطني. كلمتي أنا بهذا الموضوع يا امرأة
أو يتزوج زهر الليمون في الحال. سأتزوجها يا مولاتي. حسنا، ولكن الأمر لن ينتهي هنا، لا بد من حكم. ماذا تقصد يا مولاي؟ قلت لك سأتزوجها. سيكون حكمي عادلا، أنا زنون الأول، أحكم بحلاقة اللحى كل من زينون والحلاق وبائع القماش ينفذ فورا. ولكن يا مولاي، يا مولاي، ما ذنبنا نحن؟ اسكت 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 قبل أن أمر بحلق شعرك أيضا. هل أحلق لحيتي يا مولاي بنفسي، أم أن أحد غيري سيحلقها لي كما الآخرين؟ لا، بل إن السياف سيقوم بهذه المهمة لكم جميعا. أيها السياف، بهذه الموس احلق تلك اللحى وفورا. أهي حلاقة العرس يا مولاتي؟ اعتبرها كذلك يا زين، نعيما سلفا. السكين غير قاطعة، ضعها على نسانك، خلينا اخرس وإلا. جهز نفسك، ستكون أنت تتالي أيها البائع البزاز. بل أنت تتالي، وكان يتوجب أن تكون الأول، فأنت أصل المشكلة، قبحك الله. وتفضل اجلس ولا تتحرك، فإن السكين حادة غادرة.
السلام على مولاتي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من المدعى؟ أنا يا مولاتي، وإنني أدعي على زوجي هذا. وما شكواك يا امرأة؟ تزوجنا عن حب منذ أكثر من 10 سنوات، وأنجبت له البنين والبنات، وصبرت على فقره سنوات، ولما تغير الحال وصار من أصحاب المال يريد ترك أم العيال لتزوج من امرأة أخرى ذات حسن ودلال. ما تقول يا رجل فيما قالته زوجتك؟ لا أنكر ما قالته، ولكن يا مولاتي قد رزقنا العيال وغاب الجمال ونسيت زوجتي أصول الدلال، وصرت أعيش معها كالتمثال، لا أسمع منها إلا القيل والقال وطلبات البيت والعيال. حتى رأيت حسناء ذات حسن ودلال وتجارة ومال، وقررت تغيير الحال، فثارت أم العيال وجاءت إليك تشكوني في الحال. خذوا هذه المرأة إلى قصري، وأنت اذهب إلى عيالك وتدبر أمرهم، وتعود إلى مجلسي حين أطلبك لسماع الحكم. أمر مولاتي. السلام على مولاتي. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. قل لي يا رجل، كيف كان حالك مع العيال؟ كنت في شر حال يا مولاتي، ولولا أنني استنجدت بالجيران لما عرفت النوم. وأين تركت العيال؟ عند الجيران. ومن سيقوم بتربيتهم؟ زوجتي أم العيال. وأنت تتزوج من غيرها، وحين يأتيك من الثانية بنين وبنات تبحث عن زوجة ثالثة تدخل الفرح والسرور إلى قلبك، أليس كذلك؟ هل تسمح لي مولاتي؟ قولي يا زهر الليمون. أرى أن الرجل مسؤول عن نفسه وهذا شأنه. المهم، قولي المهم. المهم المهم أن يطلق زوجته. أطلق أم العيال؟ طبعا يا رجل، كي تكون خالي المال. تعالي اجلسي هنا. أمرك مولاتي. ماذا قلت يا رجل؟ أعوذ بالله، ستبقى زوجتي أم عيالي. أين زوجتي؟ ها هي ذي أمامك. أأنت زوجتي أم عيالي؟
صديق. صدق، وأنا لم أعد رغبة بك. لماذا؟ ثم أنت كنت تخفين مفاتنك عني كي تربي عيالك. تربين العيال وتنسين زوجك؟ أنسيت أنني صاحب القرار؟ بل أنا صاحبة القرار، وأنا طوع أمر مولاتي. أولاً الحق عليك، فأنت تستحق الجلد لمجرد تفكيرك بزواجي على زوجتك هذه بعد أن أصبحت صاحب عيال ومال. ولكن يا مولاتي، قد أمرنا بجلدك ونتف لحيتك أيضاً كي لا تكررها مرة ثانية. أما أنت أيتها الزوجة الصالحة يا مربية العيال، سأمر بجلدك أيضا وفي الحال مولاتي كي تعرفي كيف توزعين وقتك بين زوجك وبين عيالك. خذوهما ونفذوا ما أمرت. أنك زوجتي؟ يدك جميلة. أمر لله، سأحتمل الجلد فداءً لشمالك. وأنا أيضا سأحتمل من أجلك ومن أجل أبنائنا كي لا يتسرب. لأول مرة يا مولاتي أرى أناسا فرحين لأنهم سيجلدوا. إنه الحب يا زهر الليمون، إنه الحب. بكرة جوعان يصبح شبعان، وإلا ما تعال